السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبنى جود، رئيسة اللجنة التحضيرية لحزب الاختيار والانتصار. اليوم اللي كتشهدوا الساحة السياسية من فراغ ومن بؤس سياسي وحزبي، لزمت علينا بما لا يدع مجالا للشك أننا نتواجدوا وأننا نحاولوا أننا نأسوا هذا الحزب السياسي العوامل المتعددة من غير هذه المسألة ديال البؤس. عندنا أولا السياق ديال ما تعيشه بلادنا من ضغوطات إقليمية ودولية ومن محاولات تضييق عليها، لأنها قررت أن تغير من سياستها وأن تبحث عن مصلحة هذا الشعب الأبي. إذن هناك تضييق دولي وخاصة فيما يتعلق بدولة فرنسا كدولة استعمارية لا زالت تحلم بسيطرة اقتصاديا على بلادنا وتلعب دور الأستاذ وتريد منا أن نلعب دور التلميذ. وقد قال جلالة الملك الملك محمد السادس نصره الله وأيده، قال بأن هذا عهد قد ولى وأننا حنايا في هذا الوقت هذا وقت الندية وهذا وقت التعامل بالمثل. وكيف ما قالها في الخطاب الأخير ديالو نصره الله، قال بأنه النظارات اللي ولينا كنشوف فيهم حنايا الصداقة ولا الدول الصديقة، لا الصديقة حديثا ولا الصديقة منذ زمن، النظارات ديال الاعتراف بمغربية الصحراء ومساندة الدولة المغربية في قضيتها الوطنية. إذن كاين هذا السياق هذا ديال فرنسا تحاول أن تضيق علينا الخناق. وكاين سياق آخر ديال أنه جلالة الملك نادى بضرورة توحيد الجهود وضرورة تواجد جبهة داخلية وتقوية الجبهة الداخلية اللي غتمكننا من أننا نتصدوا لهذه المحاولات ديال التضييق وهذه المحاولات ديال الابتزاز. شنو كنجيو كنلقاو؟ كنلقاو مثلا بأن الاتحاد الأوروبي لأسباب لا نعرفها قرر أن يرسل لنا لجنة تقصي للحقائق متكونة من برلمانيين على الاتحاد الأوروبي. وكنلقاو بأنه حزب النهج الديمقراطي اللي هو حزب مغربي يساري راديكالي هو اللي كان كينسق مع هاد الناس هادو اللي جايين قال لك غيديروا لنا التحقيق فيما يتعلق بأحداث الناظور بدون وجه حق وبدون مصور لا قانوني ولا دستوري ولا عرفي ولا يعني خارج المنطق. هاد التكالب هذا الدولي على المغرب اللي كتكون فيه مساندة داخلية مثلا بطريقة مباشرة بالنسبة للنهج الديمقراطي وبطريقة غير مباشرة عن طريق أحداث اللي كتضر بالبلاد ديالنا وكتضر بينا حنايا كشعب، أحداث لا نفهمها وسياقات لا نفهم منها الشيء الكثير، لأنه فاش كتجيك من الداخل كتولي كتطرح بزاف ديال التساؤلات. عندنا مثلا هذا الفيديو الرائج على وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيه إفراغ ديال ساكنة من المنازل ديالهم. هذه المسألة ديال الإفراغ أنا أسأل وأتساءل كتجي في تزامن مع التقرير ديال فوربيدن ستوريز. هذا التقرير ديال فوربيدن ستوريز اللي حنايا تصدينا ليه وترافعنا ضده بالدلائل وبالبراهين، وقلنا بأنه هاد فوربيدن ستوريز هي فقط وسيلة من وسائل الدولة الفرنسية الاستعمارية الغاشمة من أجل التضييق علينا ومن أجل محاولة ابتزاز الدولة المغربية. جبدوا الملف ديال عمر راضي، هو ملف محكوم بث فيه القضاء وأصبح منتهين. جبدوا الملف ديال عمر راضي وكيقول لك بأنه داك السيد كان كيدير تحقيقات على أساس أراضي ما أراضي وساكنة ما ساكنة إلى آخره. حنا حاولنا أننا ندافعوا، واللي كنآمنوا به هو أن القضايا التي حكم على إثرها عمر راضي لا علاقة لها
لا بتحقيقات استقصائية كان كيديرها وهو صحفي متمرن، ولا بمحاولات للتخلص منه، ولا كاع هذاك الشيء اللي كيقولوا بعض المرتزقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المرتزقة الذين يقولون عن أنفسهم ويعرفون أنفسهم بأنهم حقوقيون وهم فقط تجار الحقوق. إذن فهاد السياق هذا كتجي هاد المسألة هذه حتى هي اللي كيجي كيغطيها كيجي لها التغطية واحد الصحافي اللي هناك أحقاد تعميه للأسف وقلناها مرارا وتكرارا باش يسطر على هذاك الشيء اللي تكتب في هذيك فوربيدن ستوريز، وباش يبينوا أكثر زعما على أساس أنه هو كيأمن كي بأنه صحيح. كتجي هذه المسألة هذه ديال أنه الساكنة خاصهم أن يتم تهجيره من منازلهم. هذا السياق هذا فلا نفهم هذه أولا. ثاني حاجة، فاش الناس كيتكلموا معاهم كيقولوا لهم خاصكم تخرجوا خاصنا نريبوا لكم، شنو هي الهضره اللي كنسمعوا الناس كيقولوا؟ حنا ما سمعناش السلطات العمومية كتقول هذه الهضره، ولكن على لسان الناس اللي كانوا في هذاك الغوبورتاج كيقولوا لهم راه هذه الأرض هذه راه بغاها سيدنا. وهنا كيتطرح واحد التساؤل خطير جدا وللغاية، اللي هو هاد البدعة اللي ولينا كلنا بينا غاديين فيها وخدامين فيها ومنخرطين فيها، سواء فقهنا بذلك أم لم نفقه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ديالت أنه ولينا المسؤول ما تنقدروش نتكلموا معاه وما كنقدروش حتى نجبدو سميتو على فمنا، لكننا وبسهولة وببساطة كندوزوا فكرة أنه الأوامر جاية من الفوق، هي أوامر عليا، هي بيد أن المسؤول هو المسؤول، بمعنى أن الوزير هو المسؤول على القطاع. وهذا التطبيع مع هذه الثقافة هذه ديال الاتكالية في المسؤولية ورمي المسؤولية على أعلى نقطة في هرم السلطة شيء غير مقبول بالكل. أنا كيجيني شخصيا بأنه هاد الثقة اللي كتربط الملك بالشعب ديالو ثقة كبيرة جدا، وهاد الثقة هذه مبنية على إيماننا العميق وانخراطنا الكبير في الورش اللي كيقودو صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحنا عرفنا كشعب عرفنا بأنه هو اللي عندنا وبانه هو اللي باغي لنا مصلحتنا. دونك كاين هذاك الحب وكاين هذاك الايمان وكاين هذاك التقدير، كاين بزاف ديال المشاعر رائعه جدا. هاد المشاعر هذه اللي كتربط الشعب بالملك، واش ما كتقاسش شي شويه فاش كيجي شي حد اللي هو مسؤول ومحطوط في هذاك المنصب باش يتحمل مسؤوليته وكيجي كيقول لك راه ماشي انا راه الاخر؟ وهذا الخطاب هذا بدا منذ مده، وضروري ولا بد وهذا واجبنا الوطني وأقولها صراحة، وزعما كنسمح من الناس اللي يقدروا يتقلقوا مني، ولكن أنا كنتحمل مسؤوليتي لأن هاد الهضره هادي خاصها تتقال كواجب وطني. فاش كيبدا لنا عبد الإله بن كيران هاد المسلسل هذا، لأنه هو اللي بداه، حين تبرأ من مسؤولياته ورمى بمسؤوليته على ملك البلاد، كيقول لك أنا ما كنحكمش راه الملك اللي كيحكم، بمعنى انه كلما القرارات التي تم اتخاذها في عهده ماشي ديالو هو، ديال ملك البلاد. هنا فين بدات هذه المساله هذه اللي هي خطيره وخطيره جدا. من بعد ولينا في كلهما الاحداث ولا في اي حاجه وقعات وكان قالها صاحب الجلاله في واحد الخطاب، قال لك بانه كيتفاجئ انه الناس كيناشدوه هو بيد ان هناك مسؤولون اللي خاصهم هما اللي يحظوا بالثقه ديال الشعب ويتكلم معهم الشعب، وقد سطر على ذلك في خطاب ملكي. هذه المساله هذه ديال ترمي المسؤوليه والاختباء، راه كاينين مسؤولين في هذه البلاد اللي تحد ما كيجبدهم تحد ما كيهضر عليهم، وكاين مسؤولين اللي هما اللي واكلين العصا، مسؤولين تنعرفوهم تنلقاو تصورهم في الفيديوهات التشهيريه بالسب والقذف الى اخره، وكاينين ناس اخرين اللي هما المسؤولين ديال هذاك القطاع بالضبط لا يتكلم عنهم احد.
السكن العشوائي، شكون اللي مسؤول على القطاع ديال السكنة والتعمير؟ هناك وزيرة مسؤولة عن هذا القطاع، السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، ألم يكن بإمكانها في إطار أنه هي قريبة من الناس وشفناها في الفترة ديال الانتخابات كتدخل عند الناس لديورهم وكتراعي الناس وكتشتغل بجد وتفاني في إرساء معالم الثقة وكتشتغل بالحس الإنساني، شفنا هذا الشيء في فترة الانتخابات. علاش السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وهي عارفة بأنه كاين هذاك الهدم وكاين هذاك الإفراغ، علاش ما مشاتش عند هذوك الناس كيف ما مشات عند ناس اخرين في الوقت ديال الانتخابات وجلست معاهم وتكلمت معاهم وفسرت لهم واستعنت بهذاك الحس الإنساني ديالها وبالتفاني والجد الذي أبانت عنه في فترة الانتخابات باش تفسر لهذوك الناس علاش خاصهم يخرجوا وتحاول تقنعهم وتعطيهم حلول بديلة إلى آخره، باش فاش يجي يجي الهدم ولا تجي القضية ديال الهدم تلقاهم هما مستعدين نفسيا وما عندهمش مشكل وعارفين راسهم فين غاديين. إذا هذا واجب السيدة الوزيرة. فهاد الفيديو هذا اللي حطوا هاد الصحافي اللي تكلمت عليه قبيلة، تحد فهذوك النساء ما كيجبد السيدة الوزيرة وهي هي المسؤولة، وتحد ما كيتكلم على المسؤول اللي عطى التعليمات بتدخل السلطة العمومية لوزير الداخلية، تحد ما كيتكلم عليه. إذا عندنا وزيرة السكنة والتعمير تحت ما كيتكلم عليها، عندنا وزير الداخلية تحت ما كيتكلم عليه، على من كنتكلموا؟ كنتكلموا على الملك وكنتكلموا على السلطة العمومية اللي جات كتنفذ كسلطة تنفيذية ولا كقوة تنفيذية. المسؤوليات خاص يتحملوها الناس ديالها، وخاص الشعب المغربي يوعى بهذه المسألات اللي هي مهمة جدا. أنا ما نتصنتش أنا لشي واحد كيقول لي الأوامر جايين من الفوق، أنا كنهضر معاك أنت، انت اللي مسؤول، انت اللي محطوط في المنصب، انت اللي جالس في الكرسي، كنتكلم معك انت وكنحاسبك انت وكناخذ حقي قانونيا منك انت الى حسيت بان حقي تم التعدي عليه، وما غنجبد انايا لا فلان ولا علان، نتكلم على الشخص المعني بالمشكل ديالي مباشره. الى قمنا بهذه المساله هذه كشعب مغربي ووعينا بأن هناك من يحاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن يدكي نار الفتنة وأن يفسد الروابط المتينة التي تجمع الملك بشعبه، إلى وعينا لهذه المسألة هذه غادي نكونوا غاديين فعلا في الطريق الصحيح. فاش كيقول لهم كيقول مثلا شي حد واحد الساكنة مكلومة، الناس غضبانين ما عجبهمش الحال، وهي شيء عادي جدا، لانه سنعاود نقول السيده الوزيره ما قامتش بالواجب ديالها في التاطير وفي الوساطه وفي المراقبه وفي تقديم حلول بديله. هاد الناس هادو هما في الغضب ومعطيهم ميكرو، كان بامكانهم يقولوا اي حاجه، ولكن تلك النسوه وتلك النساء شنو قالوا في القمه ديال الغضب؟ قال لك حنايا مع سيدنا واللي بغاه سيدنا وما نطيحوش به، وقالوا كلاما جميلا جدا على العلاقة التي تربطهم بالملك وهن في حالة غضب، وكان بإمكانهم يقولوا حوايج اخرين ولكنهن اخترنا ألا ينسقن وراء الغضب. واخا كاين الغضب وكاين الميكرو، هذاك الميكرو ما كان إلا وكان معروف بأنه كاين الغضب منتظر، ونقدر نقول كان التمني هو أنه يتقالوا شي حوايج لا علاقة لهم بالحوايج اللي تقالوا، ولكن الوطنية غلبت الغضب والحب تغلب على الإحساس باليأس، وهذوك النساء قالوا هذاك الشيء اللي كيحسوا به حقيقة اللي هو حبهم وتشبتهم بالملك ديالهم، الملك ديالنا الملك محمد السادس نصر الله، الله يخليه لينا. إذا باش نختم، حنا ما جينا بغينا نأسسوا هذا الحزب السياسي إلا وعارفين بأن الظرفية جد صعبة والساحة فارغة، حنا جايبين أفكار ديال الحداثة وديال التقدمية ديال بغينا نكرسوا القيم ديال الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية تحت شعار الله الوطن المالك، هذا هو السياق. فجينا سوف نزعج اليسار الراديكالي، سوف نزعج اليسار التقليدي
اللي كيمشي مع 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 ناس اخرين ومع بلدان اخرين ومع شعوب اخرين على حساب المغرب وعلى حساب الشعب المغربي. وحنا تنقولوا الوطن اولا واخيرا. وغادي نزعجوا بعض الناس اللي ما كيعجبهمش انه كان كنتقدوا فرنسا واننا كنوقفوا مع بلادنا ضد فرنسا، لان هناك من توغل في في في, في, في المناصب خاصة من المناصب الحكومية، وينتمي في نفس الوقت للدولة الفرنسية والدولة المغربية، ولعل هذا الانتماء هذا لدولتين وجب أن يتم الحسم فيه، فإما أنت مغربي وإما أنت فرنسي، وحنا يا مغاربة وهذه بلادنا وغنبقاو فيها، وعندنا باسبور خضر ما بغينا لا أحمر ولا أزرق ولا أورانج، غنبقاو في بلادنا بالباسبور ديالنا الخضر، وولادنا غيعيشوا في هاد الارض هادي، وبغينا هذا هو الهدف، اننا نخليو لولادنا واحد المجتمع مزيان فين يعيشوا، واحد البلاد اللي هي مزيانه اللي يقدروا يشتغلوا فيها بحريه وبكرامه، وتكون فيها العداله الاجتماعيه في اطار الملكيه اللي نتشبث بها ايما تشبث ونؤمن بها ايما ايمان.